أسمع كلامك أصدق أشوف أعمالك أتعجب. إحنا حقيقة نرى دائما أنه أو نسمع دائما على أنه هنالك عملية استقلالية السيد رئيس الوزراء باختيار، وطبعا هذا من بداية تشكيل الكابينة الوزارية بحرية الاختيار وحرية يعني اختيار من يراه مناسبا لعملية استلام الوزراء وما شابه. ولكن بالأخير شفنا أنه القضية هي بقت حصصاتية، بقت أنه كل من يأتي بمن يريد من جماعته ومن الجهة اللي ينتمي لها. اليوم كذلك في موضوع يعني المدراء العامين وما شابه، طبعا الجميع يعلم أنه المحاصصاتية عندنا بالعراق بدأ يعني تبدأ من المناصب العليا كالمناصب السيادية إلى الوزراء إلى حتى توصل إلى مرحلة حتى ممكن يكون بشكل مجازي حتى الفراش اللي يقف في باب الدائرة الحكومية. لأنه اليوم توزيع المناصب أصبح بهذا الشكل، وتوزيع الـ يعني الحصص بهذا الشكل، بحيث أنه الجميع يرى له حق وحسب يعني ما حصل عليه بالأصوات الانتخابية، فبالتالي يجب أن يأخذ الحصة. وطبعا بالمناسبة أرجع وأؤكد، وأنا هذا قلته كثيرا من خلال يعني إلقاء تلفزيوني، أنه المصالح هي من تحدد من يستلم المناصب، ليس الإمكانيات وليس المنجزات وليس القدرة على العمل وليس الخدمات التي سيقدمها. نعم. طيب أستاذ الإبراهيمي يعني.